بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 95. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل أبو ناصر يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لقراءة العقيدة وكتاب التوحيد، هل لابد أن يتأمل المسلم ويقرأ في هذه الكتب سواء المتعلم أو العامي، وما فضل قراءة كتب العقيدة والتوحيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول نعم، تجب قراءة كتب العقيدة الصحيحة، ولكن لا تقرأ إلا على العلماء ليبينوها ويوضحوها للقارئ، ولا يكتفي بمجرد قراءته لها هو، لأنه قد يفهمها على غير وجه الصواب، فلا بد أن يقرأها على أهل العلم. نعم. هذه السائلة أم عبد الله يا شيخ تقول: فضيلة الشيخ صالح، عندي أولاد مراهقين 15 و16 و17 سنة، جل الوقت يجلسون عند القنوات الهابطة، ووالدهم مشغول في الاستراحات، لا يعمل شيء، وإذا قلت لهم انصحهم وحثهم على الصلاة في المسجد يقول لا أكبر يهديهم الله، فما توجيه الشيخ لهذا الوالد ولنا؟ أولا أبو 15 و16 و17 ليسوا مراهقين، هؤلاء بالغون قد بلغوا الحلم وصاروا رجالا، عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يبتعدوا عن وسائل الشر والشبكات الشيطانية التي تجلب لهم العقائد الفاسدة والمقالات باطلة، عليهم أن يتجنبوها، عليهم أن يخلوا بيوتهم من عرض هذه الشبكات فيها التي فيها الهبوط وفيها الانحلال وفيها ضياع الدين والدنيا، أن يبعدوها عن بيوتهم. والأولاد لا شك أنهم أمانة في أعناق آبائهم، وما داموا يسكنون عندكم فهم في ذمتكم. نعم. أحسن الله إليكم. عبارة أو قول شيخ في ذمتي عند بعض الناس عند التوثيق، ما حكمها؟ هذا لا يجوز، قوله في ذمتي لا يجوز، لأنه يشبه اليمين، لأنه يشبه اليمين، إلا أنه أتى بفي التي هي عوض عن حرف القسم، فهذا يشبه اليمين، وقد يكون هو نوابه اليمين، عليه يتجنب هذا اللفظ. نعم. يقول السائل أبو عمار: شيخ، زميلي دخل المستشفى ونوم يومين ولكنه لم يصلي، فذكرت له بأنه لا بد أن يصلي على قدر استطاعته، فقال إذا خرجت من المسجد أصليها مرتبة، وأخطأ في كونه ترك الصلاة في المستشفى. الواجب عليه أن يصلي على حسب حاله في المستشفى، كل صلاة في وقته، ولا يترك الصلاة بحجة أنه مريض، المريض يصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة، فهذا أخطأ في عمله هذا، ولكن عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي الصلوات التي تركها في المستشفى ويبادر بذلك، يقضيها مرتبة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: بالنسبة للغني المماطل، هل يزكي المال الذي عنده أم لا؟ الغني المماطل، نعم، يزكي ماله، كل يزكي ماله، صاحب الدين يزكي دينه الذي له في ذمم الناس ما دام واثقا من مجيئه والحصول عليه، وإن كان لا يدري هل يرجع أو لا يرجع فيزكيه إذا قبضه، والمدين يزكي أمواله التي بيده من نقود ومن ديون على الناس. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الدعاة والوعاظ يقومون بالاستدلال بالرقائق، رقائق القلوب ولا حديث وتهذيبها، يقول منهم المتكلم فيها في أمور الدعوة إلى الله، هل تنصحون بالسماع إلى الدعوة إلى الله بالرقائق؟ نعم، ما يرى
يرقق القلوب ويخوفها تذكر فيه الأدلة والنصوص من الكتاب والسنة، وإلا بماذا يرقق القلوب إلا بالآيات وبالأحاديث، لكن عليه أن يتحرى الأحاديث الثابتة. نعم. الجوال المحتوي على القرآن كاملا هل يسمى مصحف يا شيخ؟ لا يسمى مصحفا. نعم. نقل الميت من مكان إلى آخر لا بأس بذلك، لكن الأولى أن يدفن في البلد الذي مات فيه ويبادر في دفنه، إلا إذا كان البلد ليس فيه مقبرة للمسلمين. نعم. فإنه ينقل إلى أقرب بلد فيها مقبرة للمسلمين. نعم. ما زمزم يا شيخ إذا خصص للاغتسال؟ لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، عبارة سلام على من اتبع الهدى هل تطلق في وقتنا الحاضر؟ تطلق في حق غير المسلم، حق غير المسلم، أما المسلم فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأما غير المسلم يقول السلام على من اتبع الهدى كما كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لملك الروم. نعم. فضيلة الشيخ، من أفطر في رمضان سابق أيام لا يدري عدد هذه الأيام والآن هو محتار ماذا يعمل؟ يقدرها ويجتهد في تقديرها ويحتاط في ذلك ويصوم. نعم. يقول حدثونا عن الأجر المترتب على الصبر عند المصائب. نعم. الصبر، الأجر على الصبر على المصائب أجر عظيم واحتساب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. يقول السائل يا شيخ، هل البدع مراتب ودرجات؟ وما الذي أحدث بدعة؟ ما الواجب عليه من التوبة؟ البدع درجات مراتب، في بدع شركية وفيه بدع كبائر من كبائر الذنوب وفيه بدع دون ذلك، فهي تتفاوت. والمبتدع إذا تاب الله عليه، ترك البدعة وأقلع عنها. نعم. يقول هذا السائل يا شيخ، ما مناسبة تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذكر الإيمان في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يطهر البلد ويطهر الأمة من المنكرات، فهو به يقوم الدين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام الأمان للمسلمين، إذا تركوه فحري أن يعاقبهم الله عز وجل وأن يأخذهم بذنوبهم وذنوب غيرهم أيضا. العقوبة إذا نزلت تعم. الصالح والطالح الذي لم ينكر، قال الله جل وعلا فلما قال سبحانه وتعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، مع اختلاف الفتوى في المسائل الفقهية بمن أخذ حفظكم الله؟ تأخذ بمن تثق بعلمه ودينه إذا كنت عاميا، أما إذا كنت تعرف ترجيح المسائل وتعرف الفتوى المطابقة للدليل فإنك تأخذ بما قام عليه الدليل. نعم. يقول السائل يا شيخ، هل توجد أفضلية للجماعة في المسجد؟ فوالدي يصلي جميع الفروض في المسجد في أوقاتها. نعم. لا شك أن الصلاة في المسجد أنها هي الواجب على المسلمين، هي ولذلك بنيت المساجد للصلاة في بيوت أذن الله، المساجد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهي المساجد هي بيوت الله، يسبح له فيها بالغدو، يعني يصلي فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. المساجد بنيت لصلاة الجماعة، فعلى المسلمين أن يعمروا مساجدهم بطاعة الله وبحضور الصلاة وصلاة الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ، في وقتنا الحاضر وفي الجوالات وبعد صلاة الجمعة بالتخصيص تأتينا رسائل من أخيار يقول انشر هذا الدعاء أو انشر هذا الحديث، وقد اختلط علينا الحابل بالنابل فضيلة الشيخ، فما توجيه الشيخ في هذه المسألة؟ لا تلتفتوا إلى هذه الجوالات وما ينشر فيها، فإن فيها من التضليل ومن التلبيس ومن الجهل، فيها الشيء الكثير. ألا تأخذوا دينكم عن الجوالات وما ينشر فيها، خذوه عن أهل العلم من الكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ، رفع اليدين في الدعاء ما حكمه؟ سنة وسبب لإجابة الدعاء. نعم. هل صدقة الحي عن الميت تصله في قبره؟ وما الذي يصل للميت في قبره؟ يصل إليه الصدقة ويصل إليه الدعاء ويصل إليه الحج والعمرة، كل
كل هذه تصل إلى الميت إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل أبو عمار يقول: ورد حديث في معناه من تعار من الليل فقام يدعو استجيب له، ما هو هذا الدعاء؟ يدعو مطلق، يدعو بالمغفرة، يدعو بما يحتاج إليه من دينه ودنياه. نعم. يقول الشيخ: ما هي آداب الدعاء وما هي المنهيات؟ آداب الدعاء كثيرة، منها أن يدعو وهو حاضر القلب، لا يدعو بقلب غافل لاهن، ومنها أن يطيب مأكله ومشربه وملبسه، فإن هذا من أسباب قبول الدعاء، وأن لا يحصل في الدعاء اعتداء على أحد من المسلمين لأن يدعو عليه وهو غير مستحق لذلك. نعم. هذا سائل يقول: شخص يا شيخ يعمل بشركة وضمن لي الربح للمشاركة في المساهمة أو في شركته أو مؤسسته، فما الحكم في ذلك؟ الربح لا يضمن، هذا باطل، هذا شرط باطل، لا يضمن الربح. الربح إن جاء فهو على ما شرطه أو شرطوه، وإن لم يأتي فلا شيء، فلا شيء لأحد. نعم. ما معنى يا شيخ بأن الملائكة تصلي على المصلين ما داموا في مصلاهم؟ تستغفر لهم، الصلاة من الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. نعم. يقول السائل يا شيخ: ما هي المنافسة المذمومة شرعا في حديث ولا تنافسوا كما تنافسوها؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم. نعم. ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة المسافر، إذا تركها المسافر فضيلة الشيخ حتى يرجع إلى بلده، هذا لا يجوز، هذا مخطئ. المسافر لا تسقط عنه الصلاة، بل يصليها صلاة المسافر، بأن يقصر الرباعية إلى ركعتين، أن يجمع بين الصلاتين إذا كان يسير في الطريق، ولا يترك الصلاة. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للشخص الذي قصر في خدمة والده وقد توفى هذا الوالد وهو غير راضي عن هذا الولد الذي قام بعقوقه، ما السبيل يا شيخ إلى إصلاح ما فات؟ فات الأوان، ولكن عليه أن يستغفر لوالده وأن يدعو له وأن يتصدق عنه، لعل الله أن يخفف عنه ما أساء في حق والده. نعم. ما الفرق يا شيخ، يقول السائل، بين قولنا هذا ماء طاهر وهذا ماء طهور؟ الطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، والطهور هو طاهر في نفسه ويطهر غيره. نعم. أم مرام تقول: شيخ، أنا في المناسبات والأعراس والأفراح أستخدم الرموش الصناعية بقصد التجمل بالنسبة للمرأة. نعوذ بالله، هذا حرام، لا يجوز، هذا من الوصل. عن النبي صلى الله عليه وسلم: الواصلة والمستوصلة، التي والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر ليس لها. نعم. يقول السائل: شيخ أبو إبراهيم، إذا حلقت في الحج قبل أن أنحر لكوني أحصرت عن أداء العمرة، فهل يلزمني شيء؟ محصر، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. حبسه عن المضي في النسك عمرة أو حجا. نعم. حبسه حابس عن المضي في النسك، إما عدو وإما مرض وإما إنه يتحلل ويفتي. نعم. أحسنتم، جزاكم الله خير يا شيخ. فضيلة الشيخ، هل على المرأة أذان وإقامة مثل الرجل؟ أبدا، ليس عليها أذان ولا إقامة. نعم. تقول السائلة: ما الفرق بين دم الحيض والاستحاضة؟ دم الحيض لا تسقط عنه الصلاة، ولا تصلي وهي حائض، ولا تصوم وهي حائض. دم الاستحاضة هذه طاهرة وهو نزيف، فلا تترك الصلاة ولا تترك الصيام. نعم. ما الفرق شيخ يقول بين بيع السلم وبين العينة، وما حكم بيع ما لا نملك؟ بيع السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. نعم. هذا السلم والسلف. وأما العينة فهي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من الذي استدانها منه، من الذي استدانها منه بثمن حال، فلا يجوز، إنما المستدين يبيعها على غيره، على غير من استدانها منه، وإن باعها على من استدانها منه فهذه هي العينة، لأنه رجع إليه عين ماله. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، نختم هذا اللقاء بسؤال للأخ أبو عادل، يقول: في المساجد يوم الجمعة نرى البعض يقوم بتخطي الرقاب
ويأتي من القلب حتى يصل إلى الصف الأول. ما دور الخطيب في ذلك وما حكم تخطي الرقاب؟ الخطيب إذا كان ليس له طريق إلا تخطي الرقاب فلا بأس، أما إن كان له طريق يدخل إلى المنبر فلا يجوز له يتخطى الرقاب، وأما غيره فلا يتخطى الرقاب إلا إذا رأى فرجة لم يسدوها فإنه يذهب إليها، لأنهم هم الذين أخطأوا في عدم سد هذه الفرجة. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أشكر فريق العمل الذين سجلوا هذا اللقاء، كما أشكر زميلي عبد الله المواش من الإذاعة الخارجية في إذاعة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.